بعد الفوسفات أصبح المغرب من أهم الدول المنتجة للكريتيك، فحسب دراسة أجرتها مجلة سويسرية فإن أزيد من 90% من المغاربة يستهويهم ممارسة رياضة الكريتيك على غيرهم في جميع المجالات والتخصصات، بينما أضافت المجلة أن 10% من المغاربة فقط يفضلون دخول سوق رؤوسهم. بدورنا أجرينا التحقيق التالي. وحتى تشوف سيدي هادي العامين حنا نتسناو شي ديور ما شفناهم. ها حالتنا. كانت الشتا القطره كان الصيف كنموتوا بالزمت، لا مال النعمه. اجي انت عقلت عليك، كنتي تسلمتي دار مع السكان ديال كاريان لامبا. ايه وفين هي الدار؟ بعتها. ورجعتي العشوائي. وهذا هذوك الديور راهم مضيقين، ما هنا دار. انت كان لا داك الشيء مضيق، ما فيهم لا جردة لا بيسين. شربتي كاس ديال اتاي؟ شنو رايك في بونديف؟ الحقيقة بونديف زوين، هما نقاو لينا لابلاج، ولكن خلاو لينا الصخر، خدمة ديما ناقصة. دابا هاد المواج لاش؟ قول لي علاش؟ شنو رايك في المدونة؟ التخربيق هذاك الشيء، كيتصروا الناس على الطلاق. واش قريتيها؟ لا، علاش؟ شنو رايك في الاناره العموميه؟ ضعيفه كاين نقط سوداء بزاف، كتلقى ما بين البوطو ما كاين حتى بوطو. سي نورمال، دابا انا ما كنقشع والو. وقيلا خصك تحيد النظاظر على دايرهم. دابا مجهد اصاحبي، الضو مجهد. واش هادو باغيين يفركعوا لعباد الله عينيهم؟ هو صاحبي هادو غيخرجوا الفلاش. شاش يشعلوا وحده يطفى وحده، شي الاقتصاد وبزاف اصاحبي. هالي بنو يا الظريف. اشنو رايك في امطار الخير؟ من ناحيه الخير الامطار موجوده، ولكن شخصيا ما كنشوش بتاتا الجدوى ديالها في المدينه. وشنو الحل؟ الحل يسقفوا الدار البيضاء مثلا، يعطيو تعويضات القرع على الشتاء مثلا. اشنو رايك في فيلم كازا فواياجور؟ شريط كازا فواياجور عنده بعض الكبوات على مستوى الحكي السينمائي، كما هناك ضعف كبير جدا يعني في ناحيه الاكسسوار والالوان والفلو والقصه والاكسسوار والديكور والملابس والمكياج، يعني كل مكونات العمل السينمائي غائبه، فهو فيلم رديء بكل المقاييس. شكرا. العفو العفو. انا اسمي علال وهذا البقال ديالي، عطاو لي في التنميه البشريه. وشنو رايك في التنميه البشريه؟ هي التنمية كاينة، خاصنا على البشر، أما بقر علا الموجود. سيري تستري الضروبة سيري. أشنو رأيك في المقابلة الأخيرة ديال الفريق الوطني؟ بصراحة هذيك الخطة ديال 4-3-5-4 ما خداماش لينا. المدرب الوقت اللي خصو يبدل الديفونسور بالمليو تاعنا ما دارهاش وخسرنا. ولكن سمح لي، راه حنا ربحنا 3-0. ياه اسمح لي أخويا، أنا ما عنديش مع الكرة. أشنو رأيك في مدولة السير؟ مدونة السير خاص الدولة تحمل مسؤوليتها ودير طرقان ما فيهمش الحفاري، ودير طرقان فيهم إشارات واضحة. هذا الشيء اللي خصو يكون. شكرا. العفو.